العراق بعد أن كان يعني ممرا للمخدرات بات الآن مستهلكا متعاطيا متاجرا مروجا. اليوم الذين تم إلقاء القبض عليهم الذين ينهزون 10,000 من المتهمين، هؤلاء تجار ومروجين، هؤلاء ليسوا من المتعاطين. القضاء العراقي نظر إلى المتعاطي وعده كضحية. لذلك يعني هناك وصايا من قبل القاضي فائق زيدان إلى كافة محاكم العراق بضرورة التعاون وعدم التماهل بالوقت عينه مع ملف المخدرات لما يحملها من آثار وخيمة وآثار تدميرية على المجتمع العراقي. لذلك السيد فائق زيدان بدأ بتقسيم حسب القانون وحسب اللوائح وحسب قانون العقوبات العراقي النافذ 111 عام 69، بدأ يفصل أنه هذا متعاطي، هذا ضحية، هذا متاجر، هذا مروج، لذلك يتم اعتماده والتعاون به من قبل باقي القضاة. لذلك يعني حينما يتم اكتشاف مصنع، هذا المصنع تم تجميعه ابتداء من الهند الماكينة الأساسية وبعض والتصنيع الآخر من قبل التصنيع المحلي. طبعا قد تكون ميسان أيضا هي يعني فيها بعض الجيوب وأيضا جاري التقصي والبحث عليها. السليمانية من جهة إيران هي الأخرى، أيضا هناك تدفق بين وواضح. سوريا تكاد تكون هي يعني التدفق، لكن المشكلة في سوريا يعني هناك تجار خارجون عن القانون في سوريا يقومون بتزييف الكريستال. يعني الكريستال بحد ذاته هو يعتبر مادة مدمرة لصحة الإنسان وصحة المراهق، نعم. لكن يجري يعني التعامل مع بعض التجار خارجين عن القانون من لبنان إلى سوريا ومن سوريا إلى العراق ومن سوريا إلى الأنبار المترامية الأطراف وإلى النجف وإلى بعض المحافظات. العراق أعتقد أنه يمنع تدفق هذه المواد إلى دول المنطقة، إلى دول الجوار. دول الجوار أقطع لك بضرس قاطع أنها جميعها متعاونة مع العراق، مع الجانب العراقي بمكافحة هذه الآفة الكبيرة.